صباح الخير تلاميذي الأعزاء. صباح الخير يا معلمتي. اليوم سنتعرف على درس جديد من دروس الإملاء يسمى بالهمزة المتطرفة. أولا سنتذكر ما هي الهمزة المتوسطة. عند كتابة الهمزة المتوسطة يجب أن ننظر في حركتها وحركة الحرف الذي قبلها، فنكتب على الحرف الذي يلائم الحركة لقواه. أما الهمزة المتطرفة فتكون في آخر الكلمة وتكتب حسب الحركة ما قبلها دون النظر لحركة الهمزة نفسها. والآن سنتعرف على حالات التي تكتب فيها الهمزة المتطرفة. تكتب الهمزة المتطرفة على السطر إذا كان ما قبلها حرفا ساكنا صحيحا. بطء حرف علة ساكن. سناء هدوء مضيء. واو مشددة مضمومة. التبوؤ تكتب الهمزة المتطرفة على الألف إذا كان ما قبلها مفتوح. قرأ ملأ تكتب الهمزة المتطرفة على الياء إذا كان ما قبلها مكسور. مثل قارئ شاطئ تكتب الهمزة المتطرفة على الواو إذا كان ما قبلها مضموم. لؤلؤ بؤبؤ. والآن سنميز كيف تكتب الهمزة المتطرفة من خلال هذا النشاط. من ينهض إلى سبورة؟ نوفل نوفل اغسل البطاقة المناسبة. لماذا كتبت الهمزة المتطرفة على الألف؟ كتبت الهمزة المتطرفة على الألف لأن ما قبلها مفتوح. حسن جدا. لماذا كتبت الهمزة المتطرفة على الواو؟ كتبت الهمزة المتطرفة على الواو لأن ما قبلها مضموما. حسن جدا. لماذا كتبت الهمزة المتطرفة على الياء؟ لأن ما قبلها مكسورا. رائع. كتبت الهمزة المتطرفة على السطر. كتبت الهمزة المتطرفة على السطر لأن ما قبلها حرفا ساكنا صحيحا. حسن جدا. والآن خذوا دفاتركم وانقلوا الدرس.